اهلا وسهلا اعزائنا المشاهدين ومتابعي قناه العاصمه ومتابعي برنامج اجنده الشارع. اعزائنا المشاهدين، طبعا حاليا عندنا استطلاع راي حناخذوه مع بعضنا وحنشوفوه مع بعضنا، اللي هو شنو رايك في تحكيم شرع الله؟ كونوا معي اعزائنا المشاهدين نشوفوا الاستطلاع هذا وناخذوا الاستطلاع هذا. شنو رايك في تحكيم شرع الله؟ والله تحكيم شرع الله هذا نبغوا يطبق في الدستور الليبي، ينزل في الدستور يطبقوه، قصدي نعرف احنا كيف نعيشوا مع، نعرف الدولة تقيم بالقانون والقرآن واحد، قصدي دولتنا إسلامية من قبل، نعرف إن الدولة إسلامية. والله ما فيش حد ما يبيش تطبيق شرع الله، لكن على وصول وعلى حاجات معناها، زي ما تقول تو بنطبقوا شرع الله في كل شيء، في السرقة، في الخمر، في الشرب، في الحاجات زي هي، قصدي قبل ما نطبقوا تطبيق شرع الله ضروري احنا نحسنوا وضع الدولة. والله رأيي في تطبيق شرع الله هو أن لازم يكون تطبيق من نبدو من فوق، من مسؤول، من مسؤول وننزلوا لوطة للأحزاب، المجتمع كله كمجتمع احنا لازم نطبقوا شريعة الله سبحانه وتعالى، لأن تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى تبدأ البلاد أمورها 100% إن شاء الله بإذن الله. احنا أول وأخيرا نرجع للقرآن الكريم، نقرأ القرآن الكريم وعلى ضوء القرآن الكريم احنا نطبقوا قراراتنا ونطبقوا أحكامنا ونطبقوا كل شيء. الشريعة الإسلامية هي أساس الدولة المفروض. أول ما نبدو بها نبدو شني بتحكيم شرع الله، لأن شني إحنا إسلام دولة إسلامية تعتمد على شني على تحكيم شرع الله. معروفين الليبيين يطبقوا في شريعة الله بس، وقصدي هذا كان بيخشونا بالنصارى واحد هذا والله ما نبوه، قصدي إحنا راه الشعب الليبي معروفين طبقوا في شريعة الله وما نبوا شيء غير راه، ويخشونا مش عارف بلوايح ومش عارف شني هذا كله راه مش لينا، إحنا من زمان ماشيين بشرع الله. شرع الله احنا كلنا نبو شرع الله اكيد، يعني هذه حاجه معروفه بالنسبه لشرع الله. نعم طبعا شرع الله احنا نبو، ما دبينا حتى الدوله تبدا في شرع الله، وهذا شريعه ما حد يكرهها. طبعا دولتنا احنا دوله اسلاميه. نعم تمام، مفروض تنحكم بالشريعه، فهمت كيف؟ ولا يعني تبدا من فوق، الكل يتحكم، الكل يطبق عليه القانون، ابدا من الرئيس للمواطن، مش جيل المواطن تنزل عليه وزي ما تقول الوزراء جماعة المؤتمر الوطني دايرين ما يبدو. الشريعة هذه من ثوابت الدين الحنيف إن شاء الله، وضروري من تطبيقها يعني. والله ما في الحقيقة أحسن من تطبيق شرع الله، هو هذا الحال العادل بين الإنسان. إن شاء الله ما تعرضوش للتعصب الديني، هذه هي الملاحظة البسيطة اللي عندنا، بس إن إحنا ما يكونش عندنا تعصب في الدين. طبعا نبي نعاقب واحد فيهم، قالوا المفروض يطبقوه، قالوا على اعضاء المؤتمر الاول وبعدين يطبقوه على الشعب. انا نبي نسال السيد بلادي، بعد السيد فرج، هل لاحظت بان الناس فاهمين شو معناها تطبيق شرع الله وتحكيم شرع الله؟ هي في كلمه قالها مره الشيخ كشك رحمه الله، قال يقول الرئيس ان الشريعه في مصر مطبقه 80%. هي صحيح انها مطبقه 100% ومحطوطه في الدرج. بين احنا هذا مطبقه كم ومحطوطه في الدرج؟ ولا مش مطبقه بكل احنا مش محدده مش مطبقه. هي صحيح ان شنو تو لو لاحظنا كلام الاخوه اللي تحدثوا كلهم، كل حديث المجموعه يدور حول الحدود. وراه فيه عجبني مثل ذاكره واحد من المشايخ او الدعاه على مسألة علاقة الحدود بالشريعة. قال الحدود علاقتها بالشريعة كبستان له صور. البستان هذا اللي هي الشريعة، والصور الخارجي اللي يحمي في الشريعة اللي هو شنو؟ الحدود. فإذا كان جينا الواحد واخذ قطعة أرض بصفتي أنا مهندس مساحة فضروري نعلق على الأرض معها يدور حولها، فواخذ قطعة الأرض ودير عليها صور، وصور منسقة تنسيقها ما شاء الله لا قوة إلا بالله، بحيث أنها لا يخرق ولا يحرق، هل يسمى أن نطبق الشريعة؟ هذا نطبق حدود الشريعة. والمشكلة إذا كانت هذا ديدا دولة أو قبيلة أو حكومة أو كذا، هيصير في خروقات، لأن الشريعة الحدود هذه لم تطبق على قناعة داخلية. يعجبني يقول أحد الدعاة كان يقول أقيموا دولة التوحيد في قلوبكم تقم على أرضكم. فالشريعة رو الشريعة تطبيق الشريعة يشمل علاقتي بيك، علاقة الزوج بزوجته، علاقة الابن بأبيه، هذه بروحها تطلب الشريعة. الإمام علي يجدر ذكر هذا الأثر في هذا الموضع، جاء واحد قال له يا إمام
لماذا لا يكون عهدك أو لماذا لا تحكم فينا كما كان يحكم أبو بكر وعمر؟ أفضل الكلام شنو قال له؟ قال لي ليش ما يكونش العهد متاعك في عهد بكر وعمر رخاء وأمان وسكون وناس تحب بعضها؟ شايف شنو قال له؟ قال له لأن أفضل الكلام لأن رعية حط الموضوع اعتبرها ككفتي ميزان معادلة الطرف أيسر والطرف أيمن. قال له لأن رعية أبو بكر وعمر أنا وأمثالي ورعيتي أنت وأمثالك. فحديث للرسول صلى الله عليه وسلم يقول مثل ما تكون يولى عليكم. فالكلام الناس كلها تبي تطبيق الشريعة لكن فطانت أن الجزء الثاني اللي يحاول يكون هو فاهم الموضوع قال الخمر والحدود وعلى فلان وعلى فلان لكن ما هيش بيمعنش هل من الشريعة أنك أنت بعد ما تخطي زوجتك تسامحها بعد ما يخطي أخوك تسامحها بعد ما يكون التسامح بينهم هذا من تطبيق الشريعة؟ هل من تطبيق الشريعة إن من الحكام حتى معمر هل قال إن المرأة تطلع سافرة؟ هل قال إنك أنت تشرب خمر وتصيب الصلاة؟ ما قالتش. هل قالك ما تصليش في الجامع؟ هل هي تطبيق الشريعة يا إخواننا مش مقصود بها حدود بس؟ تمام. فهي ممكن الفكرة أو بين قوسين تطبيق أو تحكيم شرع الله ممكن بعض الناس أو فئة كبيرة من المجتمع مش فاهمينها فهم يحسبوها أن هي الخمر والمخدرات وما إلى ذلك. هذه الحدود. حاجة تانية سيد فرج يعني هل الخوف نحن رأينا بعض المظاهر يعني بتاعت جلد في الشارع وأشياء زي هذين هل الناس متخوفة من الشيء هذا؟ هل ممكن هي في دماغها تطبيق شرع الله؟ أنا متأكد أن أكثر الناس هذا هو اللي فهمته زي ما قلت حضرتك أن هي عبارة عن هو تطبيق الحد. هل في مخاوف تحس من الناس من الأشياء هذين؟ هي في لكن أنا لاحظت في الفيديو اللي عرض من قليل أن هو من الأخطاء الشائعة أن حصر تطبيق الشريعة في الحدود. نحن لو نظرنا إلى الآيات اللي وردت فيها ذكر الحدود نجدها لا تتجاوز 10 آيات وكتاب الله عز وجل قرابة 6200 آية وأكثر يعني فهذا يعطي دلالة أن يعني آيات الأحكام ليست هي الشريعة في ذاتها وأن هي من ضمن أساسيات الشريعة. فمن الأخطاء الشائعة المتبادل عند ذهن المواطن الليبي نتيجة أنا أقول منبوش نحمله على شماعة النظام السابق لكن طبعا هي لها بالتأكيد دور لأن 42 سنة من التغييب ومن التجهيل وأكثر شيء حورب في النظام المقبول هو دين الله عز وجل بدليل نحن كنا ليس لدينا دار إفتاء ولا عندنا معاهد علمية تخرج الناس وتوعي الناس ولم يكن هناك هامش من الحرية متاح لأئمة المساجد ومسلم طبعا يشهد بذلك يعني. لكن كوننا نحصر مسألة تطبيق شرع الله في الحدود فشرع الله ليس هو تطبيق الحدود فقط إنما هنا يعني أصول الشريعة اللي قامت عليها قرار العدل يعني لو كان نجيل سيرة عمر الخطاب رضي الله عنه من ضمن مقولاته لو عثرت يعني بغلة في العراق لسئلت عنها إصلاح الطرق من تطبيق الشريعة توفير فرص الجواز للشباب من تطبيق الشريعة تحقيق العدالة الاجتماعية في المجتمع من تطبيق الشريعة يعني عمر رضي الله عنه لما يجي مر بوسط الرعية ويسمع صراخ طفل فيعاتب أمه على سبب ذلك فتقول له والله الأمر يرجع لعمر لأن يمنع أن يمنح عطاء للطفل إلا لما يتم في طامة وأنا قاعد نفطن فيه لأني ما عنديش باش نوكله يعني فيرجع رضي الله عنه ويقر قرار ليس يعني للمداولة أنما هو تم تنفيذه بأن بمجرد لما يولد الطفل للمسلمين على طول كله عطاء من دولة الإسلام وفي عهد خلافة عمر بن العزيز رضي الله عنه وصل الأمر أن أن الخزائن الدولة امتلأت حتى أن لما جاء لعمر بن العزيز يسأل فيه قال لهم اذهبوا يعني في الشارع المنادي اللي ما عليه دين وما قدرش يقضيه فليأتي لبيت المال فليقضي دينه ومن لم يستطيع أن يتزوج فليأتي لبيت المال فليتزوج وياريت نحن في سيرة بالذات عمر بن العزيز اللي ينظر لأنه هو من ضمن الخلفاء الراشدين في مقولة هنا يعني استوقفتني قبل دخول الاستديو والله هي تكتب بماء الذهب وهي حوار ما بين عبد الملك ابن عمر بن العزيز وعمر بن العزيز فكان يعاتب في والده يقول له ليش انت بمعنى الكلام تو ان شاء الله نقبل نص ما قمتش الحدود واذا كان انت خشي زي ما تقول انك تدوده في الامر هضايف فلا تبالي ولو انه وضع بين القدوم فكان ما قلت قال له ماذا تقول هذا الخطاب من عبد الملك لابيه ماذا تقول لربك اذا لقيته وقد تركت حقا لم تحييه وباطلا لم تمته ما يمنعك ان تمضي لما تريد من العدل والله لا ابالي لو غلت بي وبك القدور في الحق هذا يخاطب في والده فقال له عمر رضي الله عنه عمر العزيز لا تعجل يا بني فإن الله تعالى ذم الخمر في القرآن مرتين وحرمهما في الثالثة وحب بحسب ألا يمر يوم إلا وأنا أزيل منكر أو أنشر معروفا حتى ألقى الله وأني أخاف أن أحمل الحق على الناس جملة فيدفعوه جملة ويكون من هذا فتنة
مسألة إقامة الحد على السارق في دولة الإنسان بعض الشباب مش لاقي حتى فرص الجواز. هذه هي اللي أنا كنت بحكي لك عليها، لأن بعض الشباب حكوا قال لك أنت كيف بتطبق مثلا شرع الله ومثلا على المواطن اللي بالبسيط اللي مش لاقي ما يأكل مثلا ومسيب مثلا المسؤولية مثلا في سارقة وما إلى هذا ليس يعني. من شرع الله، لأن حتى من ضمن الأخطاء الشائعة قال إن عمر عطل شرع الله في عام المجاعة. هو لم يعطل شرع الله، وإنما هو نفذ مراد الله في ذلك الأمر، إن الناس مش لاقي ما تأكل، فهمت ولا لا؟ فما يجي يقطع الأيدي في الشخص اللي أخذ الشيء هذا مش لأجل السرقة، وإنما باش يتقوض به. فلما أقام هذا الأمر عمر هو ما عطلش، وإنما هو نفذ حكم الله في هذا الأمر. وهذا يقودنا لمسألة التدرج اللي هي تعتبر من أساسيات تطبيق الشريعة. يعني من ضمن الأشياء المعلومة في دين الله أن الشريعة لم تكتمل إلا قبل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بثمانين يوم، وهناك من الأشياء اللي يقظها عليه الصلاة والسلام ولكن لم تطبق إلا بعده، لعلها من ضمن الحوادث المشهورة في سيرة صلى الله عليه وسلم. يخاطب السيدة عائشة على عدم إقامة البيت، كان الرسول صلى الله عليه وسلم ينوي أنه يعيد بناء البيت، فقال يا عائشة لولا أن أهلك حديثي عهد بجاهلية لأقمت البيت على قواعده، ولم يقام إلا في خلافة معاوية أظنه في الدولة الأموية باش تم إقامة البيت من جديد. ذاك الرسول صلى الله عليه وسلم رأى الناس كون هي حديثة عهد بالإسلام أو الناس ما زالت دوبها داخلة، فهم عندهم عظمة للبيت فيظنوا أن هذا بالبيت هذا انتهاك الحرب. سيد ميلاد، هل في مخاوف من الناس يعني واجدين من الشباب اللي احنا تكلمنا معهم في مدينة بنغازي؟ كان الخوف، كنا نسألوا أعطونا مثال لدولة إسلامية موجودة في العالم تقيم في الحد وتكون عادلة، هو هذا أهم نقطة بينظر لها المواطن الليبي البسيط. فأكثر الناس كانت مخاوفهم بأن حتى إقامة الحد في بعض الدول ما هوش عادل، يعني نلقوا أن الفقير تنقطع يده في يوم مثلا، والناس اللي تسرق في المليارات موجودة وهي اللي ممكن تطبق في الحد على المواطن الفقير هذا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا من المفترض نحن نعطوا، يقول لك اثبت العرش ثم انقش، تمام، نتفق وياك على معياريه صحيحه للدوله اللي نحكوا عليها انا وانت، تمام. في قول لابن مسعود يقول من كان مقتديا فليقتدي بمن مات، فان الحي لا تامن عليه الفتنه. الرسول صلى الله عليه واله وسلم عندما جاءوا بالمراه المخزوميه التي سرقت، مرأة من وجهاء القوم من ناس قبيلة معروفة وعندها بلكي ألف فارس، وهذا سند لك يا محمد صلى الله عليه وسلم وكيف تقيم على الحد وكذا، حتى توصلوا جاءوا لأسامة بن زيد وهو الحب بن الحب، قالوا ما فيش رسول الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب أبيه حب بشكل لا يوصف، حتى تبناه الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى نزلت في سورة الأحزاب بأنه لا يجوز التبني ما كان محمد صلى الله عليه وسلم أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم قبلها قال زيد مني وأنا منه، أرثني ويرثه، وكان قبل نزول الآية. فبعدها أسامة حب الرسول صلى الله عليه وسلم كحبه لأبيه، فدزوه دزوا الناس دزوا أسامة للرسول صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله إني جئتك أشفع في هذه، فقال أتشفع؟ قام الرسول صلى الله عليه وسلم وكان ديدنه أنه إذا حدث مثل هذا يجمع الناس ويخطب فيهم ويقول ما بال أقوام، قال والله أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ والله لو إن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، إنما أهلك، وهذا هي عمدة حديثنا توا، من كان قبلكم كان إذا سرق فيهم الوضيع أو الضعيف أقاموا عليه الحد، وإذا سرق فيهم الشريف تركوه. من إسرائيل هو، تمام، هو ذكر ما كان قبلكم، وطبعا من إن لم يكونوا بني إسرائيل فمن يعني. فهنا يا سيدي لو إن نحن ثبتنا النموذج ثبتناه، يعني كون حدثت في تاريخ فستحدث، تمام. نحن أستاذنا دقيقة نأخذ معنا على الخط إسماعيل الصلابي من كتيبة رف الله الساتي. إسماعيل السلام عليكم. السلام عليكم، شخباركم؟ الله يسلمك، شخبارك أنت؟ رف الله صحتي سابقا، رف الله صحتي سابقا، المواطن انت غلط باي يا سيدي، معنا المواطن اسماعيل الصلابي. ايوه ارحب بك سير جنب، ارحب بسيف الكريمين الاخ مناد وفرج وزميلك اللي معك، الله يسلمك. سيد اسماعيل بنسألك سؤال، احنا طبعا حلقتنا اليوم على تحكيم شرع الله،
نبي وجهة نظرك أنت، ومش عارف لو كنت تتفرج على الحلقة تشوف فينا، شفت مخاوف طبعا الناس، شفت أن الناس بعض الناس مش فاهمين حتى شو معناها تحكيم شرع الله. هو اللي شفت ما شفتش مخاوف، بل بالعكس شفت الكل مع هذا الطلب. ولكن هو السؤال اللي طرح، هل تريد تحكيم شرع الله او لا تريد؟ كأننا نحن لسنا في دولة مسلمة، يعني السؤال يكون، يعني انا متعجب من طريقة السؤال، والسؤال يكون طريقة اخرى افضل. اما جيل الشخص مسلم رضي بالله ربا وبالاسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسوله ونبيا، وتقول انت اللي رضيت فيه منظومة الدين ويحكمك تحكم باللي قالوه ولا لا، هذه طبعا فيها من اشكال. لكن انا اللي نحب نشارك فيه ونأكد عليه انه هو امر رباني، هو مثل تحكيم الشريعة. الله عز وجل قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضى الآية. فالله عز وجل لما نفى الإيمان على من لم يحكم شرع الله عز وجل، جعل الأمر عقائدي، الأمر مصري، ما هوش أمر ساحل. يعني فهذا الخضم اللي ساير مثلا في الساحة بصفة عامة وعند الشارع وعند بعض الشباب يبوا تحكيم الشريعة، وتتفاوت طرق التيارات سواء المحسوبة كإسلامي أو المقرأ في طريقة الطرح والأسلوبة، لكن هو راه اللي بنأكد عليه أنه هو أمر رباني. وانا عجبني السؤال زميلك لما سأل قال يعني بالذات نحن مثلا قادمين على مثلا الدستور الآن، فمثلا أنك تقول لي مصدر أساسي أو مصدر مصادر التشريع أو هو المصدر الوحيد، هو الخوف كله من أمانة حتى يعطي شرعية على الدولة الليبية القادمة، لأن دولة مسلمة تهتم وتراعي في أحكام الإسلام، وإن الدولة تراعي في الغرب وتكون أحكامها غربية وهي أبعد ما يكون عن الإسلام، وهذا اللي يضبطه الدستور. فنحن اللي لنا، أنا كمواطن ليبي كإنسان شفت الناس اللي قدمت أرواحها والشهداء اللي قدموا أرواحها من وسائل هم، أن هذا يعني الأمر هذا لا يقبل النقاش في أن الشريعة الإسلامية مصدر تشريع، وكل ما يخالف الشريعة من تشريعات فهو باطل. ليش؟ لأن أمر عقائدي يخلينا الدولة بتاعنا هذه هل هي دولة مسلمة أو دولة بالمفهوم الشرعي دولة طاغوتية أو غيرها. يعني فأنا اللي نحب نأكد عليه، أنا الشعبي بشعب مسلم، والدليل خويا رجب أنت شفته قدامك. لكن لا أظن ولا أعتقد أن أنا كمواطن ليبي أن الشباب يقدموا أرواحهم وكذا يرضوا بأن يجيك مصدر يوازي اللي هو المصدر الإلهي. يعني الله عز وجل يأمرنا بأمر يجي بشر يقول لا، الأمر هذا فيه نظر والأمر هذا خاص بعهد النبي صلى الله عليه وسلم. هنا الإشكالية اللي هو في مسألة التشريعات، ونتمنى يعني أن تركزوا على مثل هذه المواضيع. والحقيقة خويا رجب لأن الحوار في مثل هذه المواضيع يفتح الآفاق للناس ويفتح الآفاق للشباب ويفتح الآفاق لنا، بل بالعكس الحوار هو اللي أصل مثل هذه المبادئ، أن تجد هي المبادئ غير قابلة للنقاش. ولأن أنا متأكد أن الشعب الليبي كله، يعني كل من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسوله ونبيه، لا أعتقد أن هو لما يجي أمر من الله أو أمر من رسول صلى الله عليه وسلم محكم وقطعي غير قابل للنقاش. ولما سألتم مثلا أنتم في القوانين الليبية هل في قوانين مخالفة للشريعة، أولا قانون الربا هذا أولا إلى الآن كما نقولوا بالدرجة ما زال يعانوا فيه، تمام، وغيره من القوانين. يعني أنا بنسأل هل تطبق الشريعة في ليبيا من القوانين الموجودة الآن؟ الخمرة، المخدرات، الأشياء الأجدى، قوانين الشريعة معطلة فيهم بالكامل، وهذا للأمانة هو اللي سبب لنا الهم والنكد والغم في ليبيا. يعني يا سيد إسماعيل، تكلمت وقلت كم مرة تو في كلامك بأن الشعب الليبي كله متفق بأن في تحكيم شرع الله وأن المصدر الرئيسي. هذا طبعا احنا شفنا حتى الأيام اللي فاتت أن أحد الأحزاب حزب التحالف قال بأن المصدر الرئيسي والوحيد هو هو يعني بالتشريع هو القرآن. أنا اللي نبي نسأل لك، ليش موجود، ليش الآن في بعض الناس قاعدة تحاول إن هي تشوه صورة الليبيين وتقول بأن في ليبيين علمانيين وأن مثلا اللي في التحالف وأحزاب تانية أو الحزب الوسطي أو هذوما علمانيين وهذوما ما يبوش تحكيم شرع الله؟
هو للأمانة نقلة كبيرة أن التحالف الوطني ينادي بمثل هذا الشيء، وأنا سمعته وشفته، وأنا شخصيا فرحت فرح كبير جدا واعتبرها نقطة التقاء كبيرة أن التحالف الوطني يعني كما قلنا التصريحات سواء كان الدكتور محمود جبريل أو غيره، أن كان واضح مؤخرا أن أي شيء قال الشريعة الإسلامية فهو باطل. لكن ما نقول التحالف الوطني في الميثاق ساعة كاتب الدولة لا دين لها، كان يعني فهذه مخالطة ومخالفة لأصل دين الإسلام. يعني أنت لما تقول الدولة لا دين لها معناها الدولة ما عندهاش دين، هذه قصة، ما احنا الدولة مش مسلمة، فهذا الإشكال. لكن الآن أظن أن الموقف يعني كما تقول جيد ويحتاج حوار، ونتمنى أن مثل غير التحالف الوطني أن تكون أكثر إصرارا من أي جهة أخرى في مثل هذا الشيء، لأن هذا هو اللي فيه القيم وفيه العدل وفيه الرخاء وفيه النماء وفيه الاستقرار. ولا أظن أن إذا وجد حكم الله عز وجل في الأرض ووجد العدل أن يكون عدم الاستقرار موجود، بل بالعكس تجد الاستقرار وتجد الحن والرأفة والمحنة وما أشبه الأسماء هذين كل يعتبر يعني كما يقول التحالف والعدالة والبناء الجبهة غيرها تعتبر كلها عبارة عن منظومات تتنافس في كل مجموعة تتنافس من أجل الارتقاء بليبيا وبنائها. وأنا هذه هي ما عندناش مشكلة مع حد، لكن المشكلة أنت لما واحد يقول لك الدولة ما عندهاش دين، يجي واحد ثاني يقول لا أنا نبي الإسلام مصدر، ولما وفيه ليبيين ضروري يقرون فيه ليبيين، والدليل يعني أنا مش نذكر اسم مرأة معينة تكلمت الإنترنت وذكرتها صريح العبارة، وأنا نشكرها البنت هذه بتبين للليبيين أن في ناس ما تحبش الإسلام ومن تسبيل ليبيا. ففي لكن هؤلاء الشواذ والنادر لا حكم له، والأصل بالعموم العام الغالب الناس اللي أنتم برتوا معهم لقاءات ناس كبار وشباب صغار كلهم سبحان الله متفقين على أصل الدين اللي هم رضوا به ورضوا به نبي محمد صلى الله عليه وسلم. سيد إسماعيل، ونحن طبعا أجندة الشارع الملف هذا زي ما قلت لك نحن لنا شهرين، وأنتم شفتوا غادي الشغل اللي نحن حاولنا نديروه في مدينة بنغازي، وحنستمروا فيه هنا في طرابلس بإذن الله، بأن حنفتحوا الحوار هذا أجندة الشارع، ويوم الخميس الجاي والأحد اللي بعدها حيكون نفس الحلقات بإذن الله على تحكيم شرع الله. شكرا إسماعيل الصلابي. تمام، نرجع للسيد فرج المجبري. سيد فرج، عندي سؤال لحضرتك. في وجهة نظرك المسؤول عن صياغة الدستور أو صياغة الدستور يضمن شرع الله في الفترة القادمة من في وجهة نظرك؟ طبعا بالدرجة الأولى الاختصاص، يعني أقول حتكون لجنة من الفقهاء ومن القنان والناس القانونيين هم اللي المشايخ، يعني المشايخ وحتى أهل القانون، لأن هنا في ارتباط زي ما تقول، في لابد من الاستشارة القانونية طبعا اللي ما لهاش مخالفة مثلا شرع الله، وكذلك الفقهاء هم اللي يسوقوا مثلا. يعني بالدرجة الأولى حضرتك قلت المشايخ والفقهاء، وبعد يتم استشارة مثلا نقدر نقول مش استشارة، يكونوا حتى هم من ضمن اللجنة الناس القانونيين هم لهم دور في صياغة الدستور. نبغى نشوف ونحن قول بعض المشايخ وتعلقوا لنا بعدها على الفيديو، خلينا نشوفوا الفيديو. يعني تحكيم شرع الله ليست هي وجهة نظر، يعني وجهة نظر شخص ما، لأن الله سبحانه وتعالى احنا مسلمين ويجب علينا أن ننقاد إلى قول الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. كذلك قوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، كما قوله تعالى في سورة المائدة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وفي الأخرى فأولئك هم الظالمون وأولئك هم الفاسقون. فشرع الله جزء لا يتجزأ من شريعة الإسلام الكاملة، فشرع الله شريعة الإسلام أتت لتشمل الحياة الدينية والحياة الاجتماعية والحياة السياسية، كل ذلك من شرع الله سبحانه وتعالى، فلا يكون مسلما في المسجد ويكون غير ذلك في عمله، يكون مسلما في المسجد ويكون في المحكمة غير ذلك، لا يحكم بما أنزل الله. فشرع الله فيه الهدي وفيه الأمن وفيه الطمأنينة للمجتمع. يعني أحد الأمور الآن المشاكل التي تجري الآن، السرقات، الحراء،
يعني اخذ اموال الناس بالقوه والعنف، هذه يجب فيها حد الحرابة. لو طبق حد الحرابة في هذه الاوقات العصيبه لم نرى احدا يسلم منه ماله وهو ينظر اليه. يعني هذا اشد الحدود، هو حد الحرابة يجب ان يقام الان. الالتزام بالاوامر والنواهي. شرع الله عز وجل هو منهج كامل في الحياه بشكل كامل، وليس مجرد تطبيق الحدود الشرعيه فقط، وانما تطبيق الحدود هو جزء، ولكن هو شامل في كل شيء، في المجال الاقتصادي، في المجال الاجتماعي، في كل شيء. وطبعا هذا شيء منزل من عند الله عز وجل، فما فيش اي نقاش، يعني من احسن من الله عز وجل حكما. يعني بالنسبه لتحكيم الشريعه، نحن هنا في ليبيا في الدوله الجديده، لابد وان تكون الشريعه تشمل كل الحياه، وليست في المساجد فقط او في الحلقات او في حلقات العلم، وإنما يجب أن تتحكم الشريعة، ويجب أن نحكم الشريعة الإسلامية بما جاء به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في كل مصالحنا. في المصارف يجب أن نحكم شريعة الله، في الشارع كذلك يجب أن نحكم شريعة الله سبحانه وتعالى. فالشريعة في الحقيقة هي بالنسبة لنا نحن لا نحتاج إلى 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 إلى, إلى ما يقول لنا يعني حكموا الشريعة في أعمالكم. نحن في أعمالنا، جميع أعمالنا يجب أن تكون الشريعة الإسلامية. ما هي الشريعة الإسلامية؟ الشريعة الإسلامية تنحصر في شيئين اثنين، ثم بعد ذلك نضيف لها أشياء. فالشيئين الاثنين التي تنحصر فيهم الشريعة الإسلامية هو كتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم نأخذ بآراء الصحابة والتابعين وتابع التابعين ونحكم هذه الأشياء كلها في بلادنا. ونحن والحمد لله لا يوجد في بلادنا سوى الدين الإسلامي الحنيف، فليست هناك صعوبة في تحكيم الشريعة، وإنما هو مفهوم يجب على خطباء المساجد وعلى الإذاعات أن تفهم الناس ما هي أو ما هو تحكيم الشريعة في بلادنا. والحمد لله نحن نحكم الشريعة في بلادنا. في افتوا ونحن نتفرج قاعدين أهل المشايخ وما يتكلموا، قلتها للسيد بلال، قلت له شكلها أنا هكي استنتجت بأن المشكلة كانت في الإعلام، راح ما هيش بالشعب ولا في المشايخ، هم اثنين فاهمين وهم اثنين يبوا، المشكلة ثانيتها كانت في الإعلام. نحن حنفتحوا هذا الباب، وأنا شفت هذه قالها حتى الشيخ توا الأخير بأن على الإعلام أنه هو يقرب وجهات النظر هذين ونفهموا الشارع الليبي. محمد أنا عارف عندك سؤال، بس قبل بنسأل فيه سؤال عندي، وأمرهم شورى بينهم، هل هذا دخلت فيه حتى النساء؟ هو أمرهم شورى بينهم فيه مجموعة سموهم الحل والعقد، تمام، لهم مجموعة من علماء الأمة، تمام. حتى المرأة إذا كانت من علماء الأمة تستشار، ولما لا تستشار؟ عائشة رضي الله عنها كانت تستشار، لأن الله سبحانه وتعالى بعد ما قال واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، في أي مجال فيه علماء في المجموع بصفة عامة يعتبر من أهل الذكر، كونها مرأة ولا كونها رجل، إذا انطبقت عليها المعايير معينة تدرس في بابها فتنطبق عليها المرأة. هي من المكثرون السبعة اللي كانوا اشتهروا برواية الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي هي وسيلة بيان الشريعة، السيدة عائشة كانت من أكثر من في الحديث. وحضرتك قلت لي المرة اللي فاتت على في لقائنا اللي درناه في بنغازي جبت لنا حتى مثال في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هي بالنسبة لمسألة الشورى، طبعا فيما يسمى بأهل الحل والعقد اللي هو مجلس الشورى، طبعا هو يكون في أهل الاختصاص، مرات من ضمن مجلس أهل الشورى حتى ناس زي ما تقول الأطباء والمهندسين اللي يعود بالخير على الأمة. تمام. يعني هو مجلس يتكون من الفقهاء، يتكون من المتخصصين كل بحسب الاختصاص بتاعه. يعني احيانا اذا كانت الدولة ترتئي على سبيل المثال ان هي تدير مثلا مشروع طبي مثلا على سبيل المثال مساله الجرحى مثلا. تمام. الجرحى في من الناس من تقترح بدل ما يتم بعثهم الى الخارج وانفاق اموال، ليش ما مثلا على سبيل المثال يتم استجلاب مثلا ما يسمى بالمستشفيات العائمه وكذا ويتم علاج جرحانا هنا. هذه مساله ممكن يفصل فيها بالدرجه الاولى هم اهل الطب.
واهل الاختصاص وهم من يسمون من اهل الشورى، يكونوا من ضمن المجلس بتاع الشورى. لكن في مساله ثانيه ممكن هي اللي تحدثنا عليها في المره اللي فاتت، هي في مساله المشاركه السياسيه، وهل المرأة الحق في الانتخاب ولا لا. هذا طبعا معلوم في شرع الله عز وجل، انه في خلافه عمر لما ابو موسى الاشعري كان يمر على النساء، مر حتى على النساء في خضر، اخذ رايه في الخلافه هل تكون لعثمان ام تكون في علي. واذا نحن يعني رجعنا الى تاريخ الدعوه الاسلاميه بالنسبه للمراه، يعني نجد ان اول من اسلم كانت المراه اللي هي السيده خديجه رضي الله عنها، واول من استشهد هي السيده سميه، ومن حضر بيعه العقبه الثانيه اللي تعتبر فيصل في تاريخ الدعوه، يعني هذه البيعه كان من ضمن شهود اثنين من النساء. واذا جئنا للهجره نجد من هاجر هم النساء. حثت في صلح الحديبية رضي الله عنها أم سلمة، لما الرسول عليه الصلاة والسلام خرج للناس وأمرهم بأن يحلقوا رؤوسهم وينحروا الهدي بتاعهم، ما نقولوش امتنعوا لكن تأكلوا شوية على هذا التطبيق هذا الأمر، فرجع عليه الصلاة والسلام يعني يحس في نفسه هذا الأمر، فما كان منها لأن أشارت إليه قالت يا رسول الله احلق رأسك وانحر هديك وانظر ماذا يفعل الناس. فمن فعل ذلك عليه الصلاة والسلام بناء على استشارة السيدة أم سلمة، حتى الناس يعني زي ما تقول امتثلوا صراعا لهذا الامر. وثورة 17 فبراير لما تحدثوا عليها نعلم ما هو دور المراه، هي اللي كانت المناصره، هي الام، هي الجوزه، هي البنت. فمساله زي ما تقول مشاركه المراه في في العمل السياسي، استشارتها في ما فيش باس يعني. في سيدنا عمر بن الخطاب تفضل. ومشكله اللي طلعت لنا تو ان كان احنا نستنسخ في تجارب مجتمعات اخرى، ان نحن تو نملخ مشاكل ممكن في اللي حتى مضى عليها دهر، مساله حقوق المراه والمراه مضطهده، وتو طلعت لنا الامم المتحده مساله العنف ضد المراه، هذه الوثيقه اللي اجماع يعني معظم ما فيها يناقض مناقضه صريحه لشرع الله عز وجل. سيدنا عمر الخطاب بعد ما طلع استشاره المراه، بعد ما سمع مراه مرة في طبعا كان يتفقد في الرعية، وهذا من تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى على الحاكم أو على الراعي أن يتفقد الرعية، ما يقعدش في برج عاجي وينظر من خلال عدساته فقط، لكن ضروري يتفقد في حول الرعية. فمر فسمع مرأة تقول لولا مخافة الله والحياء يمنعني لاهتز من هذا السريع. هي في الأول شنو قالت؟ قالت تطاول ليلي واسود جانبه وأرقني ألا حبيب أداعبه، لولا مخافة الله والحياء يمنعني لاهتز من هذا السرير جوانبه. حبيب تحكي على الزوج طبعا. على زوجها. تحكي على زوجها هي. فسأل عنها فقالوا هذا زوجها في الجهاد. فذهب فسأل حفصة وهي بنته. قال لها كم تستطيع المرأة أن تصبر عن زوجها؟ هل الدين يهتم بأمر المرأة حتى كم تستطيع أن تصبر على زوجها؟ بيهض المرأة حقها. فاستحت من أبيها، بس سألها لأنها أم المؤمنين وزوج الرسول صلى الله عليه وسلم، فقالت فاستحت فقال لا والله ما أسألك إلا لمصلحة المسلمين. قال تصبر الشهر الأول والثاني والثالث ولا تصبر الرابع. فأصدر ديوانا أو قانونا بالتطبيق ألا يبقى مجندا بعيدا عن أهله متزوجا أكثر من 4 أشهر. فهذه يدلل على ان اذا كانت المراه من اهل التخصص في المجال تسال بل ويؤخذ رايها. عمر بن الخطاب رضي الله عنه، معلش نكثر عليك، عندما قام في المسجد خطيبا وقال لا يزيدن احدكم عن مهر امراه عن كذا وكذا، حدد المهر ومن زاد فسافعلن وافعلن، فقامت له هل رد عليه سعد بن ابي وقاص؟ هل رد عليه عبد الرحمن بن عوف؟ هل رد عليه سعد وسعيد المبشرين بالجنه؟ رد عليه عمر، علي بن ابي طالب اللي قال الرسول صلى الله عليه وسلم العلم مدينه وعلي انا مدينه العلم وعلي من بابها؟ لا، ردت عليه امراه في اخر المسجد. من امير المؤمنين؟ اللي قال فيه الناظم قال ويهتز كسرى على كرسيه فرقا من خوفي وملوك الروم تخشاه. المراه قالت له يا عمر، ما قالت لهش يا امير المؤمنين اخرى. قالت له يا عمر وما قالت لهش يا السيد عمر. حنعلقوا عليها بعدين يا سيد، هذه ترجع زورنا الفيديو بتاعها. قالت له يا سيد عمر، قالت له يا عمر أيعطينا الله وتمنعنا؟ قال وأين أتاك الله؟ قالت وقد قال الله سبحانه وتعالى وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. قال لقد أصابت امرأة وأخطأ عمر. تمام. فهذا ما كانت المرأة في الدين وكثير يعني. نبوا نشوفوا فيديو لقيناه نحن قديم
للشيخ الشعراوي، نبي نتكلموا رحمه الله، تكلموا على، نحن تكلمنا على تحكيم شرع الله، تحكيم شرع الله، على ما اعتقد ان اهم شيء هو التسامح، والتسامح هو شيء ممكن محتاجته ليبيا الان اكثر من اي فتره زمنيه. يسمى فرض الحال. فرض الحال، تمام، احنا منكم قاعدين نتعلمه. نعم. فخلينا نشوفه شن قال الشيخ. نأيد في كلامك بارك الله فيك. ما شاء الله. وانا قلت له، وانا تو قاعد اتعلم حاجه جديده، وقلناها قبل ما تبدا الحلقه، قلت له انا قعدنا شهرين في بنغازي تكلمنا مع الناس وحاولنا نديروا بعض الدراسات البسيطه، لكن راهي بسيطه باش ما حدش بعدين يسرق يقول لك يا بنغازي انت خشيت على خط وانت ما تفهمش. انا قلتها من الاول، انا جايب ناس منكم انتم اهل الاختصاص باش نقدروا نفهموا ويقدروا يفهموا المواطنين الليبيين. نشوفوا الشيخ الشعراوي رحمه الله فيديو لقيناه نحن بالحظ وكأن قاعد يتكلم على أشياء حتى توا، خلينا نشوفه. قد يسور المدنيون عشان ينهوا فساد، هم يرون أنه إيه فساد، ولازم يكون فساد ملحوظ. عمال هيؤيد إزاي؟ عمال الناس هتسقف لهم إزاي؟ ما هو أول ما تشوف ثورة كده حت إيه؟ تلتفت تلاقي ناس هتسقف لها. سقف لها من بقى؟ المطحونين بالفساد. بس آفة السائر من البشر شيء واحد، أن السائر يظل سائرا، هذه الآفة. عايز كل يوم يعمل دوشة، ولكن السائر الحق هو الذي يسور ليهدم الفساد ثم يهدأ ليبني الأمجاد. اهدى، ما تتنكش بقى الحكايه بتاعتك دي، عاملها كده ومسلط السيف على الكل. والسائر هو الذي يجي عشان اهل الفساد اللي طغوا على الناس يرد مظالم الناس لهم، ثم لا يضع القوم الذين طغي عليهم على رجله ويرفص التانيين برجله. لا، حط الاثنين بقى على رجلك، حط الاثنين على رجلك عشان تستقيم الامور وتذهب الاحقاد، ويعلم الناس كلهم انما انك ما جئت ضد طائفه، انما انت جئت ضد ظلم طائفه. فاذا اخذت من الظالم واعطيت للمظلوم فاجعل الاثنين سواء امام عينك بقى، ومن هنا يجيء الهدوء. يبقى السائر الحق هو ايه؟ هو الذي لا يظل سائرا، وانما يسور ليهدم الفساد ثم يهدأ ليبني الأمجاد. السائر الحق هو الذي يسور ليهدم الفساد ثم يهدأ ليبني الأمجاد. تعليق منكم نبدو السيد ميلاد على كلام الشيخ الشعراوي رحمه الله. هل يعلق مثلي على مثله؟ لا، احنا نبغى تعليق منك. عموما يا شيخ، هو قصدي كلام اصل يعني، لان معلش هو الثوران مش معناه دوافع الثوران. هو يقول البركان ثار، ويقول حشاك الثور ثار، لو ان كان الثوران الاستمراريه على قول الانجليز كونتينيوس، معناها كلها شو الغرض منه؟ شو الغرض من الثوران؟ وش الدافع انه خلك الثور؟ الثوران شيء حسيت انه في دافع يخليك تثور على ظلم، على فساد. بعد ما تثور، هل انت الهدف انك انت تثور ولا الهدف انك انت تصلح؟ لو ان كان الوضع مصلح او مستقر وامن، شو الدافع اللي خليك تثور؟ لو ان يستطيع ان نقول ان فيه على الاسلام ثوره، كان في ثوره اسلاميه قامت على الباطل اللي في 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 المدينه في الجزيره. فهو صحيح ان الانسان اللي ثور ان ثار بعد ما هدم وتاكد من الهدم. مو في نقطه ضروري من تبينها في الموضوع هذا، اذا كان ثار الثائر وراى ان هو سحب من تحت البساط وقالوا له راوا الموضوع خلاص انهدم كل الباطل، ويرى ان في باطل يتسرب ليهيمن من جديد، فمعناه يحتاج الى ثوره او يحتاج الى تصحيح مسار الثوره متاعه. لكن ضروري من وضع نقطة اللي هي إعطاء فرصة لنفسه أن هو يبني أو لغيره لكي يبني. لأن أنا مستعد نطيع عمارة ناطحة سحاب في عرض 200 متر مادة مفجرة في 10 دقائق.
لكن اذا كان بنبنيها بتاخذ مني كم؟ هذا في حاله بناء الحجر، فما بالك ببناء البشر. تمام سيد فرج. بتكلم على مسألة السائق والثواب، فانا متحدث على الثواب. طبعا عندي تجربه سابقه، انا كنت امر شؤون المدنيه لكتيبه فلس حتي، ما ذهبتش للجبهه يعني، ممكن مره ومرتين، لكن طيله فتره التحرير كنت متواجد بمعسكر وعلى التماس مثلا بالشباب الثواب. لما نجوا نتحدثوا على مقوله الشيخ القرضاوي وبنزلوه على واقعنا وبالدرجه الاولى الشيخ الشعراوي وبنزلوه على ثوابنا، طيب ثوابنا هل اتحنا لهم الفرصه لكي يشاركوا في عمليه البناء؟ ام ان بمجرد لما رجعوا من الجبهه ونتيجة خطاب على ذكر الإعلام وضع ملف ذا شجون يا رجب ويفتح علينا أشياء يعني الإعلام والتعب يلي يعني تمت على الثواب بمجرد لما عادوا مجبهات وضع قدامهم خيارين لا ثالث لهما، يا أما أن تدخلوا في الجيش يا أما تدخلوا في الشرطة دون مراعاة كونهم يعني هل هؤلاء الثواب هذوما لما رجعوا لما بتكون نتكلم على الثورة هم من مكونات هذه الثورات، بل الفترة ما قبل التحرير كان الاستحقاق الرسمي في هذه المرحلة هو الاستحقاق العسكري، وكانوا هم رجال المرحلة، لا أحد ينكر ذلك إلا جاحد شبابنا. تقول اللي كان حتى هيئة شؤون المحاربين الشباب اللي كانوا في، لا أنا نحكي لك حتى مسألة شنو لم يتم، بالرغم نحن كنا نبيين نتفق أن هذه الثورة ثورة ناس مدنيين، لأن القذافي لما انتهى العهد بتاعه هو أصلا كان نهي المؤسسة العسكرية منذ فترة يعني لم توجد إلا كتائب تخدم في القذافي، فلما صارت الحرب وكذا الناس اللي تطوعوا وذهبوا الجبهة هم ناس مدنيين. أنا أقول لك في كتيبة رفالة صحاتي عندنا شباب مهندسين دكاترة طلبة جامعة كلهم ناس مدنيين، لكن هؤلاء الناس يعني عاشوا في الجبهات، شافوا أخوانهم أصدقائهم يعني قاتلوا من أجل أشياء يعني فيه، والله لو كان بنفتح ملف فضائي صفحات يعني يفخر بها الليبيين. أنا في من الشباب لما يمشي الجبهة يمتنع حتى على التواصل مع أهله، لما نوصوه نقول له لابد تواصل مع امك يقول لا، لاني كاني كلمتها حتكون سبب في رجوعي. في من باع صيغه جوزته ذهبها، باع سيارته من باجل يشري سياره هو متوقع ان يضرب صاروخ ويتوفى الله عز وجل. انا اتفق، هم ثاروا من اجل شيء، لكن بمجرد لما رجعوا نحن مع زي ما تقول مساله عمليه البناء، لكن هم شاركوا في هذا الجانب يعني لا شك في ذلك، واول شيء قصروا فيه كونهم ما كانش عندهم اعلام، او ان طبيعه المرحله ما كانش تتطلب منهم ان يكون لهم اعلام في فتره زي ما تقول التحرير. في ناس كانت تشتغل وتطبخ في طبخه معينه، بمجرد لما رجعوا الثواب معناها نحن ما عادش لنا لكم حل، يخشوا في الشرطه. حتى لما طرح موضوع ما يسمى بالحرس الوطني اللي هو يشكل، وهي تجربه موجوده في امريكا وفي فرنسا بحيث تستوعب هؤلاء الشباب واللي بالذات متحفظين ان هم يدخلوا يندرجوا تحت قيادات الجيش، وفي اللي واخذ حتى موقف من قيادات الجيش وكذا، ولي أبوا أنهم يوافقون على مثل هذا الأمر. بقى في أمر ثاني، هم ثواب مدنيين، هل لما نشوف في تشكيل الحكومة وفي المؤتمر الوطني كان دور للثواب أو أتيحت فرصة للثواب بحيث يكون لهم حقائب وزارية أو حتى مجرد إشارة لهذا الأمر؟ هو أنا مع حضرتك أن في تم إقصاء الثوار الحقيقيين في الثورة هذه حتى من حقائب وزارية، مع أن كيف ما حضرتك هذا البناء اللي تحدث عنه عندنا مهندسين وعندنا دكاترة وعندنا ما إلى آخره، لكن حضرتك حكيت على ثوار يعني هم كانوا ممكن في البداية يعني مثلا نقدر نقول 10,000 5,000 ما إلى آخره، لكن بعدين قعدوا 50 و100,000 و150,000 هذوما. كلمة أنا كيف مثلا كيف نعرف الثائر مش من الثائر، لكن يعني لكن هذا يا محمد هذا ما يكون السبب. نحن دائما عندنا مثل يقول العيب ما فيش مزباة ولا الخطأ ما يعالجش بخطأ، كونه في تجاوز هو مش الثواب أنفسهم. نحن المدة اللي فاتت سمعنا أن في قرطاسية 5 مليار عندنا نصح الخبر، في تجاوزات موجودة حتى في من تولوا أمر الحكومة كان نحكوا عليه على الانتهاكات اللي تصير مش سيرة في الثواب بس، يعني كانوا بدهم يتكلموا على الملف المالي وعلى نزيف الاموال اللي ياخذوا فيه الثواب، هذا طبعا موضوع ثاني. لكن لا مساله الثواب زي ما بينا نقول لك شيء، حتى في الحراك اللي صار عندنا في بنغازي في جمعه القاد بنغازي انا كنت حاضرها، كان الشعار المرفوع في البدايه لا للتشكيلات المسلحه الغير شرعيه، ولما تم الحراك على انصار الشريعه وكتيبه الله الصحاتي، بالرغم ان بنغازي فيها اكثر من كتيبه غير منظوره تحت رئاسه الافكار، بل طريق المتظاهرين اللي انطلقوا من ساحه الكيش الى كتيبه رفاه الله الصحاتي كان في طريقهم اكثر من 7 كتائب مش منظوره تحت رئاسه الافكار. لكن استهدفت هذه الكتائب ليش؟
لان في اجنده ثانيه، في قصه ثانيه، هذا ملف ثاني. حتى المنظمين اللي تظاهروا نفسهم قالوا نحن دولنا كان عندنا ما بعده ما لناش بها علاقه. موضوع الثوار هذا نحن عرفناه لانه موضوع كبير جدا. نعم. على موضوع التسامح قبل ما نشوف احنا الفيديوهات اللي بعدها بتعلقوا علينا الاخيرات، نبي نقول للناس بان ضيوفنا سواء السيد فرج او السيد انا سامحني راهو بالنسبه طلت شوي لان جرح مازال لا لا حنفتحوه كتبت فضل ساعتي بصراحه يعني لا لا حنفتحوه الملفات هذينا كل يوم الخميس حتكون عندنا حلقه حتشاركوا فيها انتم. احنا نتاسف نظرا اليوم حنقول لكم بعدين ليش حنطلعوا بدري اليوم من الاستوديو، لكن يوم الخميس حتكون في حلقه تشاركوا فيها انتم. جهزوا اسئلتكم من اليوم. موضوع متاع التسامح نبو على السريع نعلق على كلمه قالها محمد زوي، قال نظرا لان الثوار زاد عددهم واختلط الغث بالسمين ما قدرناش نفرزه فاستخصناها تم استقصائهم جميعا. المشكله ان بعد ما يكون العدد قليل لا انا ما قصدتش ان في استقصاء للجميع، لا قصدي معلش هو يفهم من كلامك تم صعوبه الحصر للعدد تم صعوبه فرز لكن هو العدد كثير فيه حجه، لكن في حاله ان يكون العدد قليل والناس اللي كانوا اصلا ازلام معروفين ما تمش استقصائهم بل حورب العز السياسي لهذا الغرض، فما بالك بعد ما يكون عدد كثير. عموما انا احنا نبو على موضوع التسامح هو تو على فكر حتى راه الحصر انا اول امس شفت موضوع وهذا ايش قاعد نتكلم انه في ليبيا اصبح نشوفه في حاجات غريبه للاسف الشديد. قزقيزه الممثل او مش متذكر انا الاسم بتاعه يوسف حبسوه 5 سنين والبغدادي قاعد كل يوم جدوقه يكبر ويلبسوا فيه في زبون جديد ومن تأجيل إلى تأجيل. يعني من سرق المليارات ومن قام بأمر اغتصاب الليبيات قاعدين لعند توا يعطلونا هذو مع الناس اللي موجودين على الدولة الليبية. ويوسف الغرياني تم الحكم عليه بسرعة في 5 سنين، يعني واحد ساعد الكتاب مش عارف ساعدهم كان ينكتلهم كان ما مانيش عارف اللي راجل كوميدي مهما دا حتى وكان شلل ما عنده استعب. ما اعتقدش انه هو مثلا قاتل انا ما اظنش، لكن حتى وكان هو دار اي شيء هل يحكم عليه هو ب5 سنين والبغدادي كل يوم يأجلونه والزوي مش انت الزوي الاخر والعبيدي قاعدين كل مرة يأجل فيه عبد الله السنوسي طبعا يهز فيهم حتى في تهزيم قاعدين يأجلونهم في محاكماتهم. هذا شيء غريب جدا. يعني نبو على موضوع المسامح المسامح السنوسي ما كانش يخاف في المحاكمات من ضمن 16 سنة بسليم وحافينا فيش تأخير. موضوع التسامح طبعا موضوع التسامح محور من 5 محاور نعطوا فيهن محاضرات تثقيفية لمنتسبي هيئة شؤون المحاربين. فموضوع التسامح في الأصل هل نحن موضوع حلقتنا أصلا موضوع الشريعة الإسلامية هل يوجد في شريعتنا مادة أو موضوع بمعنى التسامح؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه سبت بنته ومن بنته أو الصحيح نقول ابنته ومن ابنته؟ ابنته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها المطهرة المبرأة من فوق 7 سماوات. هذا مسطع بن أثاثة صحابي جليل قال فيها إنها زنت وكان من الناس الذي تحدث شهارا وقال إن عائشة زنت، لأن اللي كانوا تكلموا في عائشة نوعين، نوع منافقين وكانوا يوحوا إيحاء ولم يتجرؤ أن يقول الكلمة صراحة فلم يطبق عليهم الحد، وناس قالوها صراحة. وكان أبو بكر الصديق ينفق على مصطح بن أثاثة، يعني هو وهم كانوا من أقارب أبو بكر الصديق، فكان يعطي فيهم كمرتب شهري أو أسبوعي. فالعيبة إن بعد ما تجي من صاحب من قريبك على قولة الشاعر يقول وظلم القرب أشد مضاضة علي من ضرب الحسام المهندي. فبعد ما جات الكلمة ونزل الله براءة عائشة من فوق 7 سماء وطبق الحد على مصطح، قال أبو الصديق والله لن أنفق على مصطح. أنا نبي كل إنسان يسمعني توا يحط نصب عينيه إنسان ظلمة إنسان ظلمة ويتخيل روحه أنه هو في مكان أبو بكر الصديق. الله سبحانه وتعالى أنزل قوله تعالى قال ولا يأتلي سورة النور أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. تخيل أن الله هو اللي تحدث لنا وانت أخويا محمد والأخوة اللي قاعدين في الاستوديو والمشاهدين الله يتحدث لك. أنا لو أني نجيك أنا
وانت تبي فلوس من واحد واليوم الاول جيت قال لك والله الاسبوع الجاي، الاسبوع الجاي قال لك عندي سياره انضربت، الاسبوع اللي بعدها عندي المراه عندها لمه، كل مره اني جبت لها بلاش ومشيله بتقتله. فجيتك انا قلت لك فلوسك عندي، هذا انا بيتخيل ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك موضوعك عندي، شنو بتقول له؟ هذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك موضوعك، بيتخيل ان الله هو اللي قال لك ولا ياتلي اولي الفضل منكم والسعه ان يؤتوا اولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. هذا كلام الله سبحانه وتعالى، قال وليعفوا وليصفحوا. تمام. الله سبحانه وتعالى يقول لك الا تحبون ان يغفر الله لكم؟ انت جاوب. تمام. ابو بكر الصديق قال بلى احب ان يعفو الله عني. والتسامح تقصد شنو هو؟ خلينا نشوفوا نحن الفيديو نتاع ويعلقوا لنا عليه بعدها قبل ما نقفل الحلقه. يوم الخميس ميعادهم معنا، مش هذه قلناها لكم الان قدام حتى المشاهدين، مش معناها يوم الخميس بتكونوا معنا هنا. نبغوا نشوفوا الدكتور علي زيد الكلمه الاصليه اللي قالها اليوم بعد ما هو قال السيده صفيه وانقلبت الدنيا. خلي حتى انا قلتها تقلب علي الزوي بعدين، وحنوروكم كيف مفروض ان هو كان يتكلم، لان احنا قلنا لكم مفروض يقولوها حكومه زيدان. خلاص رئيس وزراء يقول السيده صفيه معقوله؟ قيلوها حكومه زيدان ومعاش نبوها. خلينا نشوفوا كلمه زيدان ونرجعوا نشوفوا بعدها كيف مفروض كان يتكلم زيدان. قد يكون الانسان مجرم، قد يكون الانسان متهم، قد يكون الانسان اساء. أنا أتحمل مسؤولية رئاسة وزراء ليبيا، وخطاب رئيس وزراء ليبيا ينبغي أن يكون خطاب رئيس وزراء، خطاب رجل دولة، خطاب يتحلى بالأدب، يتحلى بالدماثة. زوجة رئيس النظام السابق مهما كانت هي ليبية ومواطنة وإنسانة، أيضا رئيس المخابرات هو إنسان ليبي ينتمي لأسرة ليبية، أساء، أخطأ، اتهم، أجرم، عمل أي شيء، هذا أمر لا يغير إنسانيته. وأنا لا أستطيع أن أسمي أي ليبي أيا كان بلغة غير لغة رجل الدولة، لغة سياسي، لغة الدبلوماسي، هكذا أنا. إذا رأيتم أو رأى المؤتمر أن تكون ملافظي أو ألفاظي غير هذه الألفاظ ويراها من شروط رئيس الوزراء، ينبغي أن تبينوا لي ذلك، وأنا إما ألتزم أو أترك هذا الأمر. عليك أن تستقيل يا سيد زيدان، هيك فهمنا من أعضاء المؤتمر ده بينك، قلت السيدة يبقى اليوم تستقيل لأن أعضاء المؤتمر يبوك تدوي هيك. سيد الرئيس، سيد الرئيس، حضرات السادة المستغربين، أنا أحمد الحاجب، أرجو أن تتسع ساحة المحكمة لكي اخذ راحتي في الدفاع. اجري يا عشاق. اجري يا زيدان. هذا هيك في هذا المؤتمر. ربي تعليق اخير قبل ما نقفل الحلقه اليوم كانت كلمه السيد زيدان، اعترضوا عليه بعض من اعضاء المؤتمر لانه هو يتكلم قال السيده صفيه فركاش. فطبعا اعضاء المؤتمر زعلوا واعتبروا ان الكلام هذا مش مزبوط، وطبعا هو قال لهم هذه استقالتي كان اذا كان هو معاش تبوني نقول الكلام هذا. هي كلمه مثل قوله السيده، مو معظم الشارع اللي ماشي السيده لانديريزا رايز، السيده كلينتون، السيده كذا. فمساله قول الانسان، نحن بدايه موضوعنا على تطبيق الشريعه. تمام. هل يتنافى قولنا السيده لمثل حتى للكافر؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال، كان يكتب في رسالة إلى كسرى زعيم كذا، إلى قيصر زعيم كذا. هو صح في حديث يقول النهي عن قول المنافق يا سيد، ولكن هذه في الأصل براءة الذمة، في الأصل براءة الذمة. كوني نقول سيدة حسب معلوماتنا، لعل فيه موضوع متسع وفي واحد عنده تفصيل أكثر، أنا معلوماتنا نقوله أنه ما فيش ما يثبت أن تقول للمرأة يا سيدة. تمام. سيد فرج، سيد فرج، والله هو يا ريت الموضوع من بدري تطرقت لمسألة التسامح. يعني في موضوع أهم بكثير من مسألة كون ينادي صفية زوج القذافي بالسيدة وغير السيدة، لكن نحن عندنا ملف يا ريت يفتح، خصوصا لما تكلم مسألة المصالح الوطنية، مسألة المدن اللي بالكامل اللي تم تهجيرها
والناس اللي مهاجره خارج ليبيا بحجه لان العائله هذه بوها كان من الازلام. انا نتكلم لك عن نفسي بصفه شخصيه سجين سابق. وانت خشيت اول طلعت يوم 16/2 وخشيت طرب من سيريوم هذه اليوم باش خشيتها. فلما تعدى العقاب الى الاب والام والجوزه والابناء كان وضع يعني شديده بكل يعني. فمساله ان كنا عندنا من بناتنا ومن ابنائنا موجودين في مصر وعندنا مدن بالكامل رغم ان الطرف الاخر انا نعلم ان الجرح بتاعها جرح صعب وجرح يعني يعتبر عظيم، لكن نحن بالدرجه الاولى حاليا قاعدين ناسس لعداوه لجيل قادم اذا استمر كل ما يستمر موضوع عدم تسويه المصلحه الوطنيه. يعني شن ذنب الطفل اللي عمره 10 سنوات ولا 12 سنه لان والده كان من الازلام انك تبعد عليه افضل وتبعد عليه؟ يعني هل هذه تكون حجه لنا بعد ما يكبر فيما تعرضنا من اقصاء وبعاد على بيته بحجه لانك انت عاقبناك بشريره والدك؟ وهذه تحتاج انا بفضل الله زي ما قلت لك في اشاره طيبه جدا من الشيخ سلمان يقول موضوع المصالحه من اكثر المذاهب مرونه في هذا الموضوع هو المذهب المالكي، ان نلتفت لهذا الامر وان نعيد فيه النظر. انا مره حضرت لقاء لاحد اثنين من اعضاء المؤتمر الوطني اللي هو الاخ فرج الساسي محمد العماري بعد زيارتهم لمخيم اهالي توفغه عندنا في مدينه بنغازي، فيتحدثوا عن زيارتهم قالوا اكثر شيء المنا ان احد الاطفال لما جينا طالعين قال لنا امتى ردوا لبيوتنا. تمام، شكرا بارك الله فيك. رغم اننا نعلم المصاب في الطرف الاخر لا يفهم منا زي ما تقول اكيد لا. شكرا بارك الله فيكم. نلتقي وياكم، نشكر السيد ميرة الحوتي والسيد فرج المجبري ونلتقي في حلقه قادمه محمد. شكرا. ان شاء الله يوم الثلاثاء ونحن ميعادنا معاهم الخميس والاحد الجاي في تكمله هذا الموضوع بمشاركتكم انتكم تحضير الاسئله. حيبعث لكم يوسف السويسي على صفحه رجب بن غزي وابعثوا لنا الاسئله اللي تحبوا انتم تسالوها. شكرا لكم.